أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. نذهب بكم إلى ملف هام جدا اليوم، يعني أعلنت قوائم الطلبة المقبولين في الجامعات الأردنية التنافس، وتجاوزت أعداد هؤلاء أو اقتربت أعداد هؤلاء من 60,058 إلى 60,000 طالب، ومقارنة بالعام الماضي 38,000 إلى 58,000، قفزة كبيرة وكبيرة جدا. كتاب أعمدة رئيسيين، يعني يعتبروا من الكتاب المهمين والمهتمين بالجانب السياسي زي الأستاذ فهد خيطان، كتب مقال انتقد هذه الأعداد ورقمها قبل أن تصدر حتى القائمة، على اعتبار أنه وطرح سؤال كيف هذه الأعداد وكيف تريدون تطوير التعليم. للحديث عن ما صدر من القائمة الموحدة معنا على الهاتف الدكتور فاخر دعاس، منسق حملة حقوق الطلبة دبحتونا وأحد أهم المختصين والعارفين بالشأن التعليمي بمستواه العالي. مساء الخير دكتور فاخر. مساء الخير. أنا أستاذ عمر، حياك الله. يعني بالبداية سؤال عام بدي أسألك، كيف ترى ما جرى اليوم، قوائم القبول هذه كما ونوعا وتفصيلا؟ يعني هو إذا بدنا نحكي باختصار، هو تصدير، يعني ما حدث هو تصدير لأزمة التوجيه للقبول الموحد، وتصدير أزمة القبول الموحد عن الناتج عن نتائج التوجيه إلى الجامعات. يعني ما في عندنا مشكلة كبيرة صارت نتيجة نتائج التوجيه والمعدلات الكبيرة المرتفعة اللي لم نشهد لها بالتاريخ. يعني لما نحكي عن 500 طالب معدلهم فوق 99%، هاي ما عمرها صارت، يعني اعتقد حتى في دول الخليج ما حدثت هاي الارقام. وبالتالي كانت عندهم مشكلة كبيرة كيف بدهم يتعاطوا مع هاي الارقام، لانه كان الحل بالنسبة لهم انه يصدروا المشكلة للجامعات، خصوصا مستغلين فرصة انه وزير التربية هو يشغل أيضا حقيبة التعليم العالي، فبالتالي لن يكون هنالك معيقات من قبل وزارة التعليم العالي بحكم أنه نفس الشخص يعني يمسك الحقيبتين معا. يعني وبالتالي يعني باختصار أنه هاي الأرقام هي انعكاس لتوجه لتصدير الأزمة للجامعات الرسمية، وبالآخر الجامعات هي تدبر حالها من حالها يعني في ظل هالكوارث الموجودة. نعم. طب نحكي عنه شوي، هل كان مفاجئ لك هذا التوسع في قصة الطب؟ يعني الطب في مشكلة كبيرة، يعني انت بتحكي استاذ عمر افرج المقبولين، معدل متوسط القبول لكليات الطب، يعني 6 كليات طب في الجامعات الرسمية، متوسط عدد المقبولين سنويا يتراوح بين 450 ل 550 على القبول الموحد. يعني السنة 450 550 هالحدود، السنة هاي فوق 2600 طالب وطالبة تم قبولهم على القبول الموحد لوحده. يعني انت متخيل فقط على القبول الموحد 2000 فوق 2500 طالب، تقريبا 2600 وشي، وهذا رقم يعني اربع اضعاف الرقم اللي بتستقبله الكليات الطب سنويا. هذا ابتداء. النقطة الثانية، اصلا في ظل الاعداد اللي كانت تقبلها الجامعات الرسميه بالسنوات السابقه، كان في احتجاج من قبل الادارات، يعني عمداء الكليات والاكاديميين، على هذا الكم الكبير من القبول من المقبولين واللي هو فوق الطاقه الاستيعابيه للجامعات. وكان احد ابرز المنتقدين لهذه الاعداد الكبيره الدكتور وليد المعاني نفسه، وزير التربيه والتعليم العالي الحالي، صحيح، اللي كتب مقالات حول الموضوع هذا وقديش حجم المعاناة اللي هو بعانيها كمدرس، لأنه هو دكتور جراحة أعصاب وبيدرس في الجامعة الأردنية، في مستشفى الجامعة الأردنية بتخصصه، وإنه قديش بيعاني هو شخصيا من هاي الأعداد الكبيرة ويجب تخفيضها. فإذا به كي يحل هاي المعاناة للأكاديميين ولمخرجات التعليم وجودة التعليم ومخرجات الجامعات، وإذا به يضاعف الأعداد بأربعة أضعاف وأكثر. يعني اخوانا المفارقه العجيبه استاذ عمر، يعني لما بدنا نحكي، يعني هي محاوله انه يعني حتى اخفف من الاحتقان في الشارع نتيجه وجود حراك معلمين ونتيجه اوضاع اقتصاديه، بروح بعمل بصدر ازمه ما بقدر ابعد من خطوه لقدام. يعني انا قاعد احل مشكله حكومه هي في لحظه، يعني لمده شهرين ثلاثه، بس براكم مشاكل على المدى القريب والمتوسط والبعيد لكافة الحكومات المتعاقبة نتيجة هاي القرارات، لأن الحكومة لا تنظر إلى نفسها إلا أنها في هاي الفترة، أنا بدي أظل موجود نفسها شهرين ثلاثة أفضل مروح، وبالتالي بأخذ قرارات على قد الفترة اللي أنا قاعد فيها. صحيح. أيضا يعني سؤال مهم،
هل سيتأثر عدد الموازي بناء على ذلك؟ لأنه كنا نسمع عن حوارات بين رؤساء الجامعات وبين وزارة التعليم العالي أنه لا، الموازي هو يعني الشريان العصبي الاقتصادي التمويلي للجامعات، ولا الموازي راح يكون أيضا بنفس العدد في الأعوام القادمة أو يتضاعف، وبالتالي نصبح أمام ازدحام في الجامعات كبير؟ إحنا بالنسبة لنا كحملة، لو أنه وزارة التعليم العالي طلعت وحكت أنه إحنا هاي السنة سنوقف القبول على الموازي والدخلي نتيجة هاي الأعداد الكبيرة من المعدلات المرتفعة، وسيكون القبول فقط للتنافس، اوكي احنا سنكون اول الداعمين لهذا التوجه، بالعكس هذا احد مطالبنا انه يصير المقاعد كلها اللي موجوده هي مقاعد للتنافس وليست مقاعد الموازي والدولي. ولكن الكارثه استاذ عمر انه هم ضاعفوا الاعداد التنافس بارقام كبيره جدا، وفي المقابل بدهم كمان مش بس يقبلوا موازي من المعتاد، هم حيضطروا يقبلوا موازي باعداد كمان كبيره. صحيح، وهذا وهذه المشكله، لانه جامعه زي الجامعه الاردنيه لما تقبل اعداد على التنافس بهاي الكميه الكبيره وساعتها 40 دينار بتقول لك انا ما بتوفي معي، فبدي اعوضها بالموازي لان انا بصير اخسر، فبالتالي بدي ازيد الموازي اكثر من الاول. نعم. وبدي اعملها على اساس النسبه مش على اساس العدد، يعني بدي اقبل مثلا 50% على الموازي وليس بدي اقبل 200 طالب على الموازي، يعني بده يصير عدد المقبولين على الموازي يمكن يزيد كمان 300 و400، يعني بنحكي حسب ما وصلتنا من داخل الجامعه انه يمكن عدد المقبولين في الطب في الجامعه الاردنيه لوحدها يكون بين 850 الى 900 طالب وطالبه. وهي بدها ثلاث كليات طب زي كليه طب الجامعه الاردنيه يا دوب تستوعبهم، ولما يصيروا سنه رابعه هذول بدهم اربع مستشفيات تستوعبهم. صحيح. فيعني احنا بنحكي في ازمه تخلق ازمه والازمه تخلق ازمه وهكذا، يعني الحكومه عمالها بترحل ازمات لا اكثر ولا اقل، ومفكر انه اذا الطالب طلع للطب الناس حينبسطوا ويسكت. طب ما هو الطالب هذا كمان شهر حيطلع مظاهرات احتجاجا على انه انا ما عنديش كرسي، حيطلع مظاهرات احتجاجا على انك رتبتني لانه فيش مكان ادرس فيه، فيش مختبرات اشتغل فيها. ما حيطلع حتصير عندك عنف جامع استاذ عمر، وتذكر اللي بحكي لك اياه نتيجه حجم الاكتظاظ الكبير في الجامعات. الجامعه الاردنيه بتقبل بالسنه على القبول الموحد 4000 و4500، السنه 9000، جامعه اليرموك 9500 طالب وطالبه، نحكي بارقام مهوله يا استاذ عمر. صحيح. لا يمكن هذا المد البشري يعني يكون يمر مرور الكرام دون ان تكون له عواقبه على المستوى الاكاديمي والتربوي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي. نعم دكتور فاخر، يعني اتفق معك انه مشكله التوجيه والعلامات اللي كانت صدروها للقبول ومن ثم للجامعات، لكن الا تعتقد ايضا ان الازمه الماليه التي تعيشها الجامعات خاصه الجامعات الاطراف ساعدت في يعني هذا النفخ الكبير بالاعداد؟ هو بالتاكيد من ناحيه ماليه اكيد هذه المعدلات أهمت في إنه جامعات الأطراف تأخذ حصة من القبول. عادة جامعة الأطراف في عليها في نفور أو استنكاف كبير من الطلاب، ولكن إحنا حتى الآن ما وصلتنا أرقام تفصيلية، ولكن ضمن الأرقام المعطاة لنا حتى اللحظة لاحظنا إنه في بعض جامعات الأطراف لا يزال حتى الآن الأعداد اللي انقبلت مش كثير، خصوصا جامعات الفصيلة يعني لم تتجاوز الأعداد 1500 اعتقد، وهو رقم متواضع خصوصا انه هذول 1500 عاده جزء كبير منهم بيستنكف ما بيسجل، يعني هذول مرشحين للقبول، جزء كبير منهم بيقول لك لا بروح بدرس جامعه خاصه اوفر لي مثلا، يعني بحسبها مواصلات وكذا بتطلع هاي باي، فهمت كيف؟ فحتى الان لسه احنا ما قدرنا ناخذ يعني قراءه شامله للموضوع، ولكن هاي المعدلات هي معدلات مضلله اللي اخذوها الطلاب للاسف. انا بحكيها يعني للاسف ظلم الطالب المتفوق والطالب الغير متفوق، يعني الطالب المتفوق ما انقاصت قديش قدرته يعني صار الطالب اللي بيجيب 85 سهل يجيب 99، والطالب اللي يجيب 99 بده يجيب 99، فما صار في تمييز بين الفروقات الشخصيه بين الطلبه. فهون ما بنقدر نحكم انه هذا الطالب اللي دخل على الجامعه التفصيل معدله 85 هو عن جد 85، وبالتالي راح يرفع من مستوى مخرجات التعليم في
جامعة الطفيلة. هنا الإشكالية الأساسية. نعم. إشكالية معقدة، وراح نضل متواصلين معك في قادم الأيام حتى نفهم شو اللي صار. شكرا لك دكتور فاخر دعاس، منسق حملة حقوق الطلبة ذبحتونا، وأحد أهم العارفين بشأن التعليم العالي في الأردن. شكرا دكتور فاخر، شكرا. إذا أعزائي المشاهدين، يعني أنا بس على الهامش بدعو رئيس الوزراء يجيب اليوم القوائم اللي انقبلت، وهذول الطلاب اللي راحوا على الجامعات والأعداد والطب يعني بالألاف، يعني بقول لك الآن 900 من الجامعة الأردنية فقط، يعني عدد المقبولين بالطب 2500 طالب، ممتاز. والله يا دكتور عمر رزاز، مش هذول يعني بيستاهلوا يكونوا بالطب؟ تمام. إذا مين اللي وصلهم ينجحوا؟ مش المعلمين؟ يعني أنا باعتقادي كفاءة المعلمين عالية. ما سأل الرزاز نفسه سؤال علامات هذه وأداء المعلمين، ولا بس يعني الأداء والرتبة قصة مختلفة عن هاي؟ أليس النتيجة في التوجيه تراكمية؟ معلم الأول ابتدائي وثاني ابتدائي والإعدادي وحتى وصول للثانوية، يعني أسئلة بتيجي على هامش الأزمة. لكن أنا باعتقادي اللي صار قبول اليوم ذبح حقيقي للجامعات، تم نحر الجامعات نحرا. يا أخي بدك تقبل الأعداد الكبيرة نتيجة السيولة الموجودة في التوجيه، اعمل جامعتين جداد، ثلاث جامعات جداد. مش ضروري اني انا اصير يعني تصير في قصه ازدحام كبير، ننقل المدرسه المزدحمه للجامعه المزدحمه. هذا على ما يبدو انه يعني ايضا مره اخرى اللي بيفكر بالطريقه هاي بدوش يعمل نهضه، بدوش يعمل نهضه بالتعليم ابدا. هنا النهضه ضربت في حقيقتها وفي عقر دارها وهو الجامعه. نكتفي، نذهب الى وقفه قصيره ثم نعود.